رزق لمئات العائلات وسبيلا لحماية الأرض من الاستيطان. قلبيهم يسرح ونروح على بيتهم. شجرة اللوز التي انغرست في تراب الأرض تشكل مصدر رزق أساسي لمئات المواطنين في طوباس، حيث تنتشر على مئات الدنومات المزروعة بأشجار اللوز تسحر الأنظار وترسم لوحة تزينها الأشجار بحباتها المتدلية من أغصانها الخضراء اليافعة. زراعة اللوز هي تعتبر موسم أساسي من المواسم الأساسية اللي يتندو عليها في هذه المناطق، مثل الحصاد القمح والبقوليات وزراعة الزيتون، قطف الزيتون واللوزيات أصبحت من المواسم الأساسية. مشروع زراعة اللوز في سهول قرية بزيق يشكل أهمية جمة في توفير الدخل المادي لمئات الأسر، عوضا عن تثبيت الأرض والحفاظ عليها من اعتداءات الاحتلال. تعترض طريق نجاحه العديد من الصعوبات التي من شأنها تقويضه أو حتى القضاء عليه. بنزرع القمح والعدس واللوز موسم زراعي، يعني بنستفيد منه. اللوز السنه ما ضبطش في الموسم نهائيا، يعني البرد والحوره اثرت عليه كثير. طبعا الحوره مثل ما بتضرب البيوت البلاستيكي يعني العام الحمد لله ضبط الموسم، اشتغلوا عندي 3 أو 4 أسر استفادوا منه. السنه بيجيبش ثمن المبيد. طب شو بده يعني؟ موسم قطف اللوز في طوباس له طقوسه الخاصة التي ترتبط بأصالة الماضي وعراقة الحاضر المتمسك بتاريخ الأجداد، كالفن والعزف على الآلات الموسيقية له دور في زرع الحماسة بقلب الفلاح الفلسطيني. والله بنطيني ان الواحد يعني بيرجع لورا شوية، برجع للتاريخ شوية، يعني ان يعني المنطقة اللي احنا فيها هي منطقة ريفية، يعني حتى يعني لو بدك تجيبها انا يعني فرق مثلا فرق اي فرق موسيقيه او شيء، يعني انه تقريبا يصير مش طبيعي. شجرة اللوز واحدة من ابرز الاشجار الغنية بمكوناتها الغذائية، نظرا لاحتوائها على قيمة عالية من الفيتامينات والسكر والزيت، وتستخدم ليس فقط للاكل وانما تدخل في صناعة المواد الطبية والتجميلية. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.